ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزين، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية. دكتور، بعد التحية، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما بدأت بعض الأصوات تتعالى مطالبة إسرائيل بالتهدئة، ومنها تصريح الخارجية الأمريكية وعدد من العواصم الغربية. هل يمكن لمثل هذه التصريحات والمواقف أن تجبر إسرائيل على التراجع عن موقفها الآني؟ يعني في البداية كل التحية لكم ولكافة المشاهدين الكرام. رأينا حجم الضغط وحجم ضغط الرأي العام سواء الدولي أو المظاهرات التي خرجت في كافة العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تطالب بوقف العدوان ووقف قتل الأطفال في قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الذي بدأ يلقى صداه بشكل كبير بعدما كانت في اليومين الأولين كانت هناك الدعاية الإسرائيلية والصهيونية التي حاولت تغيير صورة الحقيقة وتغيير الواقع، إلى أن تكشفت الحقائق بعدما نقل الإعلام وكافة وسائل السوشيال ميديا الحقيقة بالفيديوهات وبالصور إلى الرأي العام العالمي، وبعد المواقف التي أبدتها مصر من خلال الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الدول، بدأ هناك حالة من التغير وبدأ المطالبة بضرورة وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المساعدات، خاصة بأن هناك جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وما صرح به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بأن هناك جرائم حرب تقع في الأراضي الفلسطينية، ودعا مكتبه إلى التحقيق، إلا أن حتى دولة الاحتلال رفضت استقباله وبدأت على كل من يطالب بوقف العدوان والذهاب إلى تهدئة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود وإعادة التيار الكهربائي تشن حربا، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، ومن ثم كافة من يتحدث فيما يتعلق بقضية التهدئة أو الهدنة. هذا الأمر الذي بدأ العالم يصحو له، ومن هنا على حجم الكارثة وحجم المأساة الكبرى التي ترتكب والجريمة في قطاع غزة بدأ العالم يتحرك، لأنه ستشعر هذه الأنظمة أمام شعوبها بأنها قد تخاذلت، وبأن مصير 2,300,000 مواطن فلسطيني في قطاع غزة سيكون معلق في رقابهم وهم شركاء في الجريمة إذا لم يتحركوا. من هنا بدأت التصريحات تخرج تتوالى، إلا أن حالة الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية التي يمارسها نتنياهو وحكومة حربه هي لازالت على أرض الميدان، تواصل عمليات القتل والقصف والتدمير سواء في قتل الأبرياء من الأطفال. انطلاقا من كلامك دكتور جهاد، يعقد مجلس الأمن الدولي الآن جلسة لبحث التصعيد الإسرائيلي على غزة، ونحن نتابع على الهواء الآن. توقعاتك لهذه الجلسة، وخاصة في ضوء فشل المجلس عدة مرات في استصدار قرار يعني لوقف طبعا التصعيد اللي بتقوم به إسرائيل في هذه الفترة؟ يعني أعتقد بأن مجلس الأمن أصبح مشلول وخارج عن الإرادة بعد أن فشل في التصويت على ثلاث قرارات قدمتها كلها من روسيا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وكأن هناك تصفية حسابات بداخل مجلس الأمن، الأمر الذي دعا. لكن دكتور جهاد، يعني الآن مع إذا ما ربطنا هذه التصريحات الدولية من مختلف الدول مع جلسة الأمن، هل تعتقد أن الأمر قد يكون مختلف اليوم؟ أعتقد بأن الأمر مختلف هذه المرة، لأن الدول الأوروبية عندما اجتمعت قبل يومين وأصدرت قرار بأنها ستعرض مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو إلى التهدئة وإدخال كافة المساعدات ووقف إطلاق النار، ما صدر عن الجمعية العامة من قرار من 120 دولة فقط معارضة 14 دولة، أي بإجماع دولي كامل باتجاه وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعمل على فتح ممرات إنسانية. أعتقد الأمر في إطار طيب في مجلس الأمن، وخاصة بعد تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي تدعو إلى إدخال المساعدات، والحديث الذي دار بالأمس ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وطلب منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة فتح ممر متواصل وليس متقطع لإدخال كافة المساعدات ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية الموجودة على الأرض الفلسطينية. أعتقد بأن هناك حالة من الحوار قد تجري في مجلس الأمن من أجل الاتفاق على
فقط فتحه وايجاد هدنات انسانيه لادخال المساعدات، ولكن اسرائيل قد تعطل هذا الامر في عمليه التنفيذ على ارض الواقع، مما يتطلب ان يكون هناك قرارا ملزما وليس اتفاقا او تصريحا او بيانا يصدر عن مجلس الامن. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني واستاذ العلوم السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.